طيب دي كانت فرحه اهلاويه، عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم على فرحه اهلاويه ثانيه الحقيقه بتتجدد بقى لها كام يوم واحنا متابعينها ومواكبين كل تفاصيلها وكل احداثها مع حضراتكم من خلال البرنامج برضو بقى لنا كام يوم. فرحه الاهلي بالفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي اللي تاهل بالفعل لنصف نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه المقامه حاليا في المغرب بعد ما تغلب على الفريق السنغالي اسفا طبعا في ربع نهائي البطوله. نجح الفريق في انه يقدم كالعاده عروض قويه جدا، كل مباراه بتحمل عرض اقوى من اللي قبل منه، وكل مباراه بتنتهي بنتيجه تقريبا دبل سكور. دي الموضوع ده او التفصيله دي ثابته معانا، يعني بالمناسبه اخر فوز اتحقق كان بنتيجه 49-22. فالحقيقه بعتت رجال النادي الاهلي برئاسه العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي وكل عضو في هذا الفريق وكل القائمين عليه يستحقوا مننا كل الثناء والتهاني طبعا بعد هذا الفوز المهم في هذه البطوله. وطبعا ان شاء الله ان شاء الله برضو هنستمر مع حضراتكم في مواكبه الحدث وباذن الله نحتفل بقى معاكم بالكاس مع نهايه هذه البطوله ان شاء الله. هو ملفت للنظر جدا ان انت كانت غايبه عنك البطوله دي فتره ودلوقتي انت بترجع وبترجع بسكور زي ما انت ذكرت عظيم، في فرق كبير جدا، فانت راجع بقوه وده اللي بيفرحنا خلينا نقول، او يعني اللي عامل فرق كبير على الارض. ان شاء الله بقى يعني تكلل هذه البطوله في الاخر بالفوز للاهلي ان شاء الله.